السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم توست اسمر بخبز بدقيق كامل وتوست ابيض تمام بدقيق عادي، وعاملين جبنه بالمنفحه ما شاء الله عليها، معروض في قلب الفيديو. في شويه حاجات جوه الفيديو كمان هتشوفوها ان شاء الله. شوفوا الفيديو كده وارجعوا لي تاني عشان ايه ندوق سوا بس كده ونقول لكم الموضوع ايه. شوية خميرة كده اهو، معلقتين خميرة كده، شوية سكر كده اهوت، نحط كوباية دقيق كامل بالنخالة بتاعته، نحط كوباية مية كده يعني فترة كده، هنزل بقى بكوباية مية اهوت، كوباية دقيق كمان كوباية اهيت، يبقوا 3 كوبايات دقيق من دوت. هنحط كمان كوبايه بقى دقيق عادي ابيض اهوت. خلي بالكم احنا حطينا دلوقتي 3 كوبايات من النخاله وكوبايه من الدقيق الابيض. نكمل بقى الميه، حطينا كده 2 كوبايات ميه، نقلب بقى كده اهوت ونعجن يعني زي ما بيقولوا. كده ديت الوقت 3 كوبايات دي اسمر وكوبايتين دي ابيض، خلي بالك معايا، وحطينا 3 كوبايات مية. وبرضو هرجع اقول لكم الدقيق بيختلف عن اي دقيق، يعني الدقيق بيختلف عن دقيق، يعني ازاي ممكن انت تجيب نفس الدقيق ده وتاخد مية اكتر او اقل. بس انا بقول لك على اللي احنا عملناه اهو، حطينا الملح، حطينا السكر، وحطينا الخميرة. كل ده بنربي الخميرة، خلي بالكم لسه مع يعتبر لسه مع جنة. كل ده بنغب الخميرة وخليها تبقى سايبه كده منك، وبعدين هترجع ايه تظبطها بعد كده. هنغطيه بقى بالعلبه البلاستيك، خلي بالك تربيه الخميره في العلبه البلاستيك ديت. هنغطي بقى كده اهو، نغطيها بقى كده ونسيبها ساعه باذن الله. كم مره انتوا تسالوني على المنفحه؟ ناس كتير قوي سالتني المنفحه دي شكلها ايه وكده. هي المنفحه اهي سائل كده اهوت، بيجي من العطاره اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بيجي من العطاره. هنعمل كيلو حليب، هنحط له هنا 3 معالق اهمت يا جماعه، 3 معالق في دي، لو دي تاخد 3 معالق 3 معالق كبار 60 مللي خلاص اهي. عشان انتوا بس بتسالوني اسئله، يعني اولا المنفحه لما بتكون مضمونه بتعرف انت العيار بتاعك ومظبوطه شكلها ايه وكلام من ده، واللبن يكون كامل الدسم. ده كانتالوب صعيدي، خلي بالك كانتالوب ده بيتزرع في الطريق الصحراوي في مصر عندنا، يبقى طعمه جميل جدا. ده صعيدي بس طعمه مش حلو قوي، مش 100%. عبينا المنفحه اهو، نحط بقى الملح اللي احنا هنحطه، نحط معلقتين، نحط زي ما انت عاوز، هنحط معلقتين كده حلوين كده اهو، يبقى الملح اهوت والمنفحه اهو، وهنروح بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. حطينا الحليب اهوت، بصوا هيبقى زي دمع العين كده، يعني انت ايه شفتوا الميه السخنه في شهر 7 في ما تفتح الحنفيه كده والميه تنزل بتبقى سخنه اهو، الحليب هنخليه كده. ننزل بقى بالملح اهوت ونقلبه، خلاص هي جاهز دلوقتي عشان نجهز، هنحط الملح كده ونقلب الملح كويس عشان بعد ما نحط المنفحه ما نقلبش. بعد ما نقلب الملح هنحط المنفحه بقى، نحط المنفحه اهو، خلي بالك بعد ما نقلب نحط المنفحه، هنقلب تقليبه صغيره ونقوم ايه اللبن دفى ونقوم سايبينه على ايه على جنب بقى خلاص. هو خلاص حطينا المنفحه اهو تقليبتين وقف بقى خالص وتسيبه على جنب ما تهزوش حتى. شوفوا يا جماعه 10 دقايق اهو، شوفوا شايفين اهي زي المهلبيه كده اهي اهي بالصلاه على النبي، معلش حليب خلاص اهي 10 دقايق وبقت جميله جدا اهو. اول ما الشرش هيبان، اول ما الشرش بقى الاصفر ده يبان هنا كده، هنقوم احنا بقى نبدا نحطها في شاشه ونسيبها تتصفى على جنب كده بقى. شوفوا يا جماعه ما شاء الله ارتفعت ازاي، بصوا ارتفعت 3 يعني ممكن ضعفين، ارتفعت كده ضعفين الخميره، خميره ممتازه. وشوف العجينه شكلها جميل ازاي، شوفوا مخرمه ازاي ما شاء الله. شويه دقيق بقى كده اهوت، العجان كمان هنرش شويه دقيق كده برضه. هنحط بقى الملح دلوقتي بقى، الملح نظبط الملح بتاعنا اهو، يعني نص معلقه كده زيت نباتي صغيرين كده،
انزل بالعجينه اهوت عجين ميه. خلي بالكم ده القوام اللي احنا الحلو هو بقى شويه الدقيق وشويه اللعب معاه كده اللي ايه هيخلوا العجينه تتظبط. شوف منظره، شوف شوف هنا عامل ازاي، شوف الخمر، شوف الخمر، هو ده هو ده سر النجاح. اه هنلفه لفه كده في العجينه يا جماعه. يلا هنشتغل بالسلاح ده، يعني دايما اقول لكم كده نوع الاسلحه ده السلاح بتاع العجين. نلف لفتين كده، هندهن بقى القوالب الحلوه ديت بالزيت، نبطنهم كده بالزيت اكنك راح تعمل كيكه. شويه زيت كده اهوت، الخميره ديت يا جماعه انا جبتها اول مره اجيبها، الخميره دي طلعت كويسه جدا جدا جدا، انا حبيت اعرفكم المعلومه دي، الخميره دي طلعت ممتازه ممتازه، بس جيبها من مصدر موثوق منه انها تكون متخزنه بس كويس عند البقال. هي دي هي دي الخميره اهي من جوه اهو، عشان تبان شايفتوها وعرفتوها، عرفت نظامها ايه بالظبط. حط الخميره بقى كده اهوت، حطينا واحد بس باكو واحد من اللي انتوا شفتوه الدريم ده، نص معلقه سكر، نص معلقه سكر كده، حط ميه بقى كده، قلب كده، قلب الدقيق بقى اهوت، ده دقيق ابيض، نقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده، هنغطيها بقى ونسيبها على جنب كده شويه حلوين كده. شوفوا بقى الجبنه كده، شوفوا الجبنه بقى شكلها عامل ازاي، شايفين؟ شوفوا عامله ازاي. مهم قوي الدسم في الجبنه، الدسم بيساعد على ربطها كده ومسكتها، هي تتعامل اه مش هتعجبك، مش هتبقى حلوه اصلا، مش هتدخل مزاجك. الشرشه اهيت، بدات الشرشه تبان اهي، شاشه ومصفه كده اهوت، ونحط بقى الجبنه كده ايه ونشوف هنعمل ايه. اهو بسم الله ما شاء الله، نربطها بقى كده اهوت ونسيبها تتصف. هنربطها ونحط عليها حاجه تقيله بقى عشان تتصف، خليكم معايا اهو زي ما انتم شايفين كده، شفتوا يا جماعه شويه حلوين اهو ما شاء الله. هنربطها بقى كده ونشوف، ربطناها اهو، انت بتربطها باي حاجه بقى عندك، ربطناها اهو هنحط عليها حاجه تقيله عشان تتصف. في الشتاء ممكن تسيبها بره التلاجة، في الصيف نحطها في التلاجة. حط بقى عليها اي حله تقيله ولا اي حاجه كده اهوت، ونملاها ميه كده مثلا او حاجه عشان تبقى تقيله وتنزل كده ايه تبدا تصفي. شوفوا بينزل الشيشه دي، الشرشه اهي نازله اهي، الشرشه دي ما ترمهاش، الشرشه ديت ما ترمهاش خالص. خمرة اهيت وحطينا عليها شويه دقيق كده اهو، خلاص هنبدا نبرم بقى كده اهوت تاني. هندهن وشهم كده ميه ونغطيهم، لو انت عايزهم يبقوا طريين هتسيبهم متغطيهم، لو انت عاوزهم ينشفوا هت ايه هتسيبهم كده في الهواء كده على طول. شايف الخمر؟ طلعت روعة روعة، بس لازم العجينة دي تبقى سايبة وشاربة مية كويس زي ما احنا عملناها بنفس الطريقة. حط التانية بقى كده، شوفوا بقى انتوا بقى تحكموا بقى، تحكموا عليها وعلى الخمر بتاعها، شايفين؟ خلي بالكوا ده أصعب خبز تعمله، الخبز ده أصعب خبز تعمله، ده أصعب خبز تعمله، الطريقة اللي إحنا عملناها ممتازة. وبعدين لو أنتم واخده بقى كده بقى زي ما هو كده ومحمصه بقى بشوية زبدة كده على النار كده، شوية زبدة ولا شوية سمنة بلدي، وتغمسوا بقى بأي حاجة يا عم الحاج، مش عايز أي حاجة.
بسم الله ما شاء الله. شوية جبنة كده، جبنة قريش. زيت زيتون بقى. وده الابيض طلع اهوت كمان من الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله. اهوت. طبعا الخبيز يا جماعه انا قايل لكم قبل كده، الخبيز تبع الفرن بتاعك. كل فرن له شخصيته. ده هنحط دلوقتي عسل اسمر وطحينه حمراء. سلام. العسل الاسمر بالطحينه ده يا جماعه ده بتاع شركة الحمد اللي انا قايل لكم عليها، وتليفوناتها موجودة في قلب القناة. يعني ان شاء الله هتجيبوا منها، والناس التجار يطلبوهم وكده ان شاء الله يتفاعلوا معاهم باذن الله ويشوفوا طلبياتهم ايه. بيبيعوا بالجملة طبعا وبالقطاعة. اهو الطحينة اهيت الحمراء، الطحينة الحمراء. قطع بقى كده اهو. الجبنه ايه طلعت يا جماعه؟ طلعت بعد ما خلصنا اكل خالص. الحته دي تجي لها مثلا 200 جرام، خلي بالكم دايما تسالوني الحكايه دي، وانا قلت لكم بتختلف الصيف من الشتاء، تختلف الصيف من الشتاء، تختلف البقري عن الجاموس. وطبعا هي لسه ما مسكتش جامد، خلي بالكم لسه ما مسكتش جامد. شوفوا يا جماعه اللهم صل على النبي. بس الطعم بقى ما اقولكوش، يعني حاجه حاجه ما شاء الله فوق الوصف. يعني انا طبعا قفلت الفيديو ولقيتها كده حاجه جميله جدا والله يا جماعه. الجبنه لقيت الراجل بيقول لي ب 700 جنيه ما انساش، مش قادر انسى خالص. يلا خليكم معانا والف هنا وشفا، وتعملوها باذن الله. الموضوع التوست ده يا جماعه ده صعب جدا عمايله. شوف مخرم ازاي، شوف عامل ازاي، شايف الجمال ده. ديت النهارده تروح تجيب اللفه دي البتاع الواحده من دي بكام الوقت يا سهيل؟ دي بكام بقى؟ بكام؟ مش عارفه داخله على 40 جنيه. بتقول ب 40 جنيه اللي هو دوت ديت ب 40 جنيه. فده اهو تاخدها بقى تحمصها، تحط عليها شويه زيت زيتون، تحط عليها شويه زعتر، شويه حاجات كده، وتلاقي نفسك منتعش ومبسوط جدا جدا. خلاص؟ حرفيا يعني. فانا الفيديو طول طبعا، وانا مش عايز اطول عليكم، بس انا عايز ادوق بس كده بال هنا اهو. من هو بالعسل، بالعسل الاسمر والطحينه الحمراء، الطحينه الحمراء. ما شاء الله. شوفوا سفنج قطن يا جماعه. اللهم صل على النبي. حلو قوي. حلو قوي يا جماعه والله. ممتاز 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 والله العظيم. انا مبسوط جدا ان انا عملت الاكل دي، بس لازم تطول بالك عليه، تسيبه يخمر كويس جدا، تسيب الخبز يخمر كويس. تمام. هات كده الابيض ده كده عشان مجربه، وري لي اخواتك كده اللي هو هقولهم كده. شوف وريهم الكبيره دي، الكبيره دي كمان. لا هي قطم كده، بصوا يا جماعه قطم دي كده. شوف ديت، شوف دي يا جماعه. اهم حاجه في الشغلانه دي ان انت تصبغ عليها، ترتاح خالص، الخبز يبقى بقى كده الدوليني. وطبعا ما تقطعش الخبز دوت الا لما يبرد، لما يبرد خالص حرفيا، لما يبرد يبرد يعني يبرد ان يسقع يعني خالص. بس ما تعملوش وهو سخن، لان الدخان اللي بيبقى جوه العجين ده بيكمل التسويه بتاعته، بيكمل يعني ايه، بيعمله كونكت كده ويسويه، بيسويه يعني. ما تخلوش يهرب، خليه لما يبرد خالص قوم ايه مطلعه فاتحه بقى. حلو قوي، حلو قوي. ايوه والله. انا مش عايز اطول عليكم، الفيديو كان طويل، والجبنه طبعا محطوطة قدامي هنا اهيت. ان شاء الله هحاول اوريها لكم في فيديو تاني، فيديو جميل. الجبنة النهارده عاملها بالمقادير بالكيلو،
عشان ناس كتير تقول لي اعملها بالكيلو، اعملها بالكيلو، عملتها بالكيلو مش بالخمسة كيلو. السلام عليكم.